يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حب الولد مثل حب الله أو أكثر من حب الله أو أكثر من حب الله يعتبر شركا؟ لا يجوز. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، فلا تقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله، لا يجوز هذا. تربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم.